فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تدهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتدهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا ونيا آيات اللبا بقول لباتا إيا اللبا أيو كبلا ونيا إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسو ورمي نكاح ناغها مشركات كا وهاوية دادك مؤمنين تا سيدة اوهوك حرام هو زيها ايه وهاوية هاوينك مؤمناتك لمنك قالد اهو مشركين تا انه يسن نكاح ويدا او سنوب النانين ايه الهي سبحانه وتعالى انه غصوا ورمي مركا سيدة ان ملك ورباء عن شاقني ايه دي هده وهاوية عشر كيان اوه قدا بيسي حوضا تفصيل ايان اوه اللابان اينا سيدة ايه مكا نوودن يدي مركا هده الهي نور سبحانه وتعالى وهذا إلهي ولا تنكح المشركين أو إلهي لمنك مشركين تهود إلهي هاو قورين أو إلهي وهاوي أوكا كفار تهوي المؤمنات يفقدرن على مؤمناتك مركا مركا هور إلهي أوري هاقو سنة أيود إلهي رجينا مسلمين تهو ناغها مشركات تهود إلهي حتى نقع يدا وهاوي وحال الليهي إلهي وحوليهي هاو قورين أيود إلهي taas waxa laga qaadanaya haweenku waxa weeye inaysan ayagu aysan wax guursa karin inaysan ayagu waxa weeye aqad ayagu is aqdaan aysan la baashiri karin ayaa laga qaadanaya maxay yala ragga ayaga ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala ha guursana ayuu dhahay haweenkana ilaahay wuxuu dhahay u guurin ayuu dhahay marka naagaha in macnaha wali ay doonayaan oo walaalo lagu nikaaxinayo ayaa laga qaadanaya marka hadda أحكام تنوع عاصة خلافية شكجرة دي إلهي إلهي سورة النساء هي مراسان أوسي تجدونا وحاوية ناد ناد تسيبا داها أيا إمام أبو حنيفة وحوقبا إنا أيدو عقد كيدا لبا شير كرتو إسعاد كرتو لكن وحاوية وحكا لو أي مدى مقبان معايلة حديث ربنا أياكو سوار وطي معايلة نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة لا تزوجوا مرأة المرأة ولا المرأة نفسها ما قلنا من نكاحي كرتوضاي نفتيذنا من نكاحي كرتوضاي مركا هادا لا نكاح إلا قولي وشاهدي عدن واجستا او ناكتو حاوية ولي بها لدونيا ما قلنا ايضا نكاح هيدا لما باشي كرتو هادي سيبا ايتاي وحي اسكالادا اذنك او اذن العان تيذا لما نكاحي كرو بكرا هادي تانا هادا ولي قيد مجبر كاي او ابيه انبسا دي اباه لو اجدك ايا اجباري كرا وحكا لو ايضا اجباري كرا مجران سلاسنا إن شاء الله تعالى تصير خير وياك تجدونا مرك هذا إلى يحور ناجاه المؤمنين تا أو ناجاه المؤمنات كه يقولين أن منك مشركين تا هذا مشركين تا أيقوا حوي أهل الكتاب يغير كود ملها ما أنت مسلم دا نين قال مرنا أبنا ناميس نين كانوا أهل الكتاب هذا أما سدين كيس هذا ناج مسلم دا وحوي قال مرنا بمجو سكريس لكن رجع أيقوا حلو بني ناغاها كتابيات كهدي شروط او مركز مقرر كواه كتب الفقه لهلو إلا يقول سكريان وحلو إيه لا هنا وحيت هيبا ليلي حرقه وحاوية أيغا أغلب هذا إيه قيادة دودة أيها حوق لهو ناغيها أيغا هو قامين أيه مركز وحاوية ناغاها المشركات كا أو وحاوية أهل الكتاب كا أيغا إلا يسوين لي حيان أيها صورة قلبا ليلي هديك لنتول أيغا من لي حكريان لكن ناغا دي قيادة دودة أي مارة تيان من قال أديبته إلا أن أيضا ما سوى له قامين إياه وهاوي قالت وهاوي إنه قال لم أجيه أيا بع كريسة إلا أن أيضا قيادة إسكمله مركز سلاس أيا بطاطا با ناس مسلمة دا إنه نين قال قرصة أيا الله رحمي ناس دي أدى وهاوي نين قال وقد يال اللي هاي أدى وهاوي زيني إن كل جوبتا موياني وح مركز قبل إلى نكاح كأن صحى مجرس مركز إلهي ولا تنكح المشركين والإلهي نمنك مشركين ده وقولين ناغاه مؤمناتك حتى يؤمنوا انت يكرهم مين ايان ولا عبد اضانوا الاله مؤمنا او مؤمنا
أيا خير كخير بدن من مشرك من مشرك أو بإلهي ولو أعجبكم مشرك سبيل عجب قريب مالك إيه وحوية جمالك أولية حبيب عجب قريب معايا لو بإلهي أولئك قوى سيد إلهي وأهل الشرك قاهو يدعون بدك وحيو يريا إلى النار النار ويريا معايا عمل أو واجبية نار أي مارك أو يريا مركا مناكحة رضو الله أهم بالي والله ألنا يدعو أو يريا على لسان رسله إلى الجنة الجنة أيو يريا هي والمغفرة المغفرة وعمل الجنة واجبية أي إلهي أدو من كيس أو يريا بإذنه إلهي إذن كيس إلى دديس مركا وحا واجب نقوانا يسال ليه إن الله أجيبه او الهي او يديس مؤمنات كالا قورسلو ايا مركا ساو واجب نقونا يسا ليس كرد ايا مارا تيا كفارت وي ويبين الله وعدين يا اياتي ايات كي صوب اله للناس ذاتك لعلهم من ذاتك يتذكرون اي وان سما ايا الهي الهي وحا ليس وعدين اي احكام تاس وهلو بهاي ان هو نقا تيا لدون ايا ويسألونك وحي كاسؤال يا مود الهي عن المحيض حيل كي كاسؤال يا قل وحا أترى أول إله هو حيرك أذن قرن وي فأتزلو كد إرادة النساء وينك كد إرادة ووقت قود إسكد آية في المحيل حيرك وقت كيسة أو مكان كيسة ولا تغربوهن هو دوان أول إله أو جماعة أو تغينة حتى يظهرن إنت كد آهر نقون أيام فإذا وقت كيسة دهرن أي داهر نقدان فأتوهن أو إمادة أول إله أو جماعة أو إمادة من حيث ميشن أو إمادة أمركم الله إلهي ذن أمري إن الله الله وإلهي يحب واجعله وهو ثوابنا يا التوابين هو التوبة كان كبضانه ويحب الله واجعله المتطهرين هو استهريد بضانه أيضا إذا نميشا لنك قلينا وحا الله ورحمه يا قريب أو كمدة أحكام الحيل كمدة قارهان وحاوية حيل كمالت كي ناس أي حائلة أي تهي وحاوية معاملة أو خاصة جماعة إنه حاران يهي أي إلهي سبحانه وتعالى ورحمه يا مرك هذا إلهي يقول ويسألونك وحي كاسو آليا سائل كان وحوة هيدا لين إن لديه جري أبو الدحداح لديه جري إيا جماعك لأو صحابة كميرها ليدي سببت عرم بان كان تنوحي هبا ليدي يهود وحال الشيغي ناغو هذا ويكب يا راجرين با ليدي مرك أي حيلك قبانا ليدي ووحا وي قولوا قطن أي كفو غاجرين ناغتو أي دقنت أي حيلك قطوهي مرك قولي لما سيحجرين با ليدي نينك يهودي قاو ناغحا إله وي حتى وحالي وح مركا سوى حوية حتى دعام كذا اي كرين ايسو يوح اي سميسو وح جاء كما اصنيه لجرين بالي مركا وحالي جاهلية عرفت ايا ايقو نقود ايبين بالي لمن كان نصاري ليلادو ايقو سياس وي خلاف سنايين بالي سا ايقو وي خلاف سنايين او ايقو حالي ناك حيل قبتا ايا ناك لمكا لصاري جرين بالي مركا الهي سبحانه وتعالى شرع ايان وحوكو عبدين ايا أرنتا سبح دحادة أيا شرعين إلهي كو عدين أيا أو في يهود دناء رعصنين في نصارى دناء رعصنين مركا سود إلهي حيل فمركا يكاسو آلان يسألونك ويسألونك وحي كاسو آلي أنا إلهي عن المحيض حيل كي كاسو آلي هذا المحيض كان حيل كما لغوضا أما مكان كيسا لغوضا معناه وحي كليه ماذا يفعل بالنساء فيه ناغه محال غصمين يا مكي حيل قبان هذا المحيل كان حيل كان والو لجي الى مكان كان وضعي كرتا معايا لما حيل كوا مصدر ميم يا ليري مصدر كنا مركو ميم النقضه وحال الى يصلح للزمان والمكان وي زمن ايه مكان بمركز واسو بدا مكان كيف دي الى الى وحاوي وحاوي مركز او مكان كيف القي ترى اما وحاوي ترى وحاوي زمنك اي حيل فقط مرك هذا محيل كاس وحاوي واسعه روشه يعني وهوي مارقيا ومصدر ميميا او يصلح للزمان والمكان اوي ومرك لي يسالونك عن المحيل مكان الحيل كان والديك راه حيل كان والديك لبر والو الا قوي حيل هو حوي اللغه السيلان ايا ليرا او هي دي جيران عربتو حالل وادي الى ساروي وادي وا حيري مركي معناه او سعودو بيا مران اصطلاح انا هذا وهوي وا دم اما وا سفروي اما وا كفروي او مركاسي قبلك تصوب بحاية ناكتا وحاوية عادة إذا ما رسيها قاتي قبلك تصوب بحاية أيضا وحاوية حالة الصحة نقصه غنون وحاوية جهاء قلوية مركا دي ما رسيها الدم وايلي روحاكو بحاية القصة البيضاء ياكو بحاية سواء علامة ظهر تاسوي سيدي حديث عائشة وهاوية يا نفس الحيل معاوية مركا هدا ناقاها نوحاوية
ناقو مركز عيادة جارتا إيالا هبا وحي مركز شغال سنو وحي مركز ناقو مركز دمست وحي قدم بي عيالو لجي داوي حيال كنوحا وحي مركز انتو ناقا هينا يو انتاز إلا مارتيا سنو اليأس إيكا جاريسو أيا مارتيا ليلا دا مركز وحالي وحي مركز بين الاثنى عشر والخمسين سنة لبي يطبن إلى قنطن سنة وحي ودحاية وحال الليها الناس وحي لو أركو وحيل طبع يا لي أما سوحاوي سقال ساوي يكدم بايا لكن وحي علمان يرادين سقال ساوي يكدم بايا وحادي كتوحا حيل هين لكن حيل شبهين يكسود ريان لكن سيدا راجع وحاوي سقال سنو إلى قنطن سنو انت قد حيسا وحي لو أركو حيل واي لي مقاس كنت وحي كسر هي إلى لحظة ما ليري أيها أنا وحاوي وحالو لن نقون يا دتك مركز وحاوي خبرات أولا لن نقون يا مركز إلى سال لي مركز سنولي أستجمهش وحو نقون يا كل واحد كتير دون أدي إلى إيراد لكن هذا حالك عيان قوة رمينا مركز حالك يكاس وآية مودة إله سبحانه وتعالى قل وحاوي ترى عود إلهي هو حالك أذن قرموي وقدر وي أما سمح الكيس أيها الولجي أما إستجع يا قرمو إلهي قل وحاوي ترى هذا هو حيلك أذن قرن وي وقرن قد ساسو إلى سبحانه وتعالى إفعث زلو كده يرادة النساء هوانك كده يرادة كده يرادة هذا تي يهودو كلمه فعث زلو النساء هوانك كده يرادة ودى إلهي وحاله لجي ذا وضع هو ذا كده يرادة وي إنا وضعسان كده يرادة في المحيط حيلك وقت جيسة أما حيلك مركز مكان جيسة حيل المحيط كان واسيان روسو شغني في المحيط يوضى إلى سبحانه وتعالى حيلك وقت يسا كده يراد وي مرك هادا عيادة مرك يسود ارتفاع تزلو النساء قيب تانا ليلي وهاوي بعض الصحابة وحي أفهمين باليلي اعتزال كان انه مطلق ويهي حتى مصلا كان لو قد يرانا مرك هاسا قلين في البادية هاي وحي هادين يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة رسول الله قبوه مارتي هواد دريهي دركنا وايريهي فإن آثرناهن هدان هاويانك برثة عن قدورنا وعن بس وحي كوضان هدان هاويانك قدورنا قلوغا أيها هدان هو ذاتقنا عشر كان آيات سأيون هو جوغيا ألقى سأيونك أجيها والله سبحانه وتعالى أعلم